أكد المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ أهمية العمل المستمر لتطوير ودفع العلاقات المصرية الصينية. جاء ذلك خلال استقبال المستشار عبد الوهاب عبد الرازق سفير الصين لياو لي تشيانغ وأكد المستشار عبد الرازق على المواقف الإيجابية للصين تجاه القضايا المصرية مشيدا بالتنسيق بين البلدين خلال مواجهة وباء كورونا وبالقمة العربية الصينية التي عقدت في الرياض مؤخرا. من جانبه أشار السفير الصيني. الى دور برلماني البلدين في تعزيز العلاقات الثنائيه مقترحا تشكيل جمعيه صداقه برلمانيه بين مجلس الشيوخ ونظيره الصيني لدعم التعاون البرلماني